ومعنا اليوم حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وليقذفن الله في قلوبكم الوهن هذا هو موضع الشاهد من الحديث فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الدلائل ما هو شرح الحديث يوشك إذا هو أمر قريب يوشك والنبي عليه الصلاه والسلام من محبته لأمته وشفقته عليهم يحذرهم من المخاطر المحدقه بهم في هذا الحديث بين لهم خطرا عظيما قريبا قال يوشك الأمم فاعل مرفوع يوشك الأمم ان تداعى عليكم تداعى عليكم يعني يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم ويتفق بعضهم مع بعض لحربكم يوشك ان تداعى هذا اتفاق امم وليست فقط بلدات جيوش متفرقه لا قال امم يعني امه اليهود امه النصارى امه المجوس امه الهندوس يوشك الامم ما فقط دول اكثر من دول يوشك الامم والعجيب ان هذه اللفظه لفظة الأمم هي موجودة اليوم في هذه الأمم المتحدة لقتال المسلمين يعني ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بالاسم بالنص الآن حاصل تماما وبالاسم يوشك الأمم يوشك الامم ان تداعى عليكم لكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والاموال كما قال الشيخ ملا علي القاري في مرقاه المفاتيح في شرح الحديث اذا تداعى عليكم في بلدانكم وتريد ان تاخذ منكم الارض والديار والاموال تداعى عليكم وقال في عون المعبود التداعي الاجتماع ودعاء البعض بعضا اذا يحث بعضهم بعضا ويجتمع بعضهم مع بعض لاجل ذلك ويتفقونه تداعى عليكم يوجد هناك استدعاءات طلبات حث بعضهم لبعض والمراد بالامم يقول الشارح رحمه الله فرق الكفر والضلاله وكما قلنا أمم هذه الأديان أمم الكفر كما تداعى الأكلة الكاف للتشبيه كما تداعى الأكلة الكاف للتشبيه كما تتداعى الأكلة بفتحتين أ ك الأكلة وفي رواية أيضا الآكلة بالمد والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا كيف إذا صارت المناسبة الوليمة الدعوة المأدبة كيف يتدعون كيف يدعو بعضهم بعضا, بعضاً هلم تعالوا أقبلوا الطعام الطعام معناها نحن لهؤلاء الكفره كالاكله كالوجبه فيها اشتهاء وطمع ياتونها عن رغبه وطمع لانه قال كما تداعى الاكله الى قصعتها فشبهنا بالقصعة التي يجتمعون عليها ويحيطون بها وهذا يهبش من هنا وهذا يهبش من هنا هذا ياخذ من هنا وهذا يقتطع من هناك نحن كالقصعة نهبش ونؤكل وهؤلاء الاكله يجتمعون ويتنادون فياكلونها بلا منازع ولا ممانع يعني القصعه الذين ياتون لاكل القصعه ويتنادون ويجتمعون ياكلونها بدون منازعه لقمه سائغه سهله قال الشارح رحمه الله كذلك ياخذون ما في ايديكم بلا تعب ينالهم او ضرر يلحقهم او باس يمنعهم مرقاه المفاتيح قوله في الحديث فقال قائل يعني من الصحابه الحاضرين لتلك المقوله لذلك الحديث والمقاله ومن قله نحن يومئذ يعني هذا التداعي لاجل قلتنا يعني اجتمعوا علينا وطمعوا فينا وياخذوننا مثل ما يتناول مثل ما تتناول الاكل الطعام من القصعه بلا منازع ولا ممانع هذا نتيجه قله عددنا هل هو لان عددنا قليل قال مجيبا على سؤال السائل بل انتم يومئذ كثير يعني عددكم ليس قليلا بل هو كثير ولكنها كثره لا تغني شيئا فسره فسره قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما هو الغثاء؟ لأنه وصفنا بذلك أننا سنكون في ذلك الزمن في ذلك الوقت سنكون كثير ولكننا كالغثاء الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ من اجتماع اعواد ورغوه ولكنكم غثاء كغثاء السيل الغثاء هذا من طبيعته انه خفيف جدا لا وزن له وانه يتبدد ويتفرق بسرعه وانه رغوه تعلو وسرعان ما تذهب فهي على السطح ظاهره لكن لا نفع منها ولا بقاء لها ولا اجتماع لها لان تتبدد تتفرق بسرعه قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل شبههم بذلك لقله شجاعتهم ودنو قدرهم وخفه احلامهم يعني عقولهم والخلاصه ولكنكم تكونون متفرقين ضعيفي الحال خفيفي البال مشتتي الامال ثم ذكر سبب هذه الغثائية فقال ولينزعن الله من صدوركم من ولي ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم اي يخرج الله الخوف والرعب من صدور اعدائنا ما هذا الرعب؟ المفترض ان الامه هذه امه مهابه الم يقل نصرت بالرعب ولامته نصيب من ذلك وانهم منصورون بالرعب وان اعداءهم يهابونهم ويخافونهم وان الرعب من امه محمد عليه الصلاه والسلام موجود في قلوب الاعداء لكن ستحدث عمليه مزدوجه من جهتنا غثاء ومن جهتهم جراه ما يهابوننا ولا يخافوننا هو يصف وصفا دقيقا قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم من جهتكم طرفكم لا يهابون مرقاه المفاتيح وقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر الحديث قال القاري رحمه الله اوقع الله في قلوب اعداء النبي صلى الله عليه وسلم الخوف منه فاذا كان بينه وبينهم مسيره شهر هذه مسافه يعني طويله مسيره شهر اكثر من الف كيلو فاذا كان بينه وبينهم مسيره شهر هابوا وفزعوا منه مع انه لن يصلهم الا بعد شهر الحديث كان في وقت التنقل على الجمال والدواب مسيره شهر لن يصلهم الا بعد شهر ومع ذلك سيبقون خائفين مرعوبين منه من مسافه من مسيره شهر مع وهو بعيد عنهم مسيره الشهر مسافه بعيده ليس اعداؤه القريبين منه ليس المقصود بالاعداء القريبين جدا لا على مسافه على مسيره شهر كل الاعداء في هذه الدائره التي نصف قطرها التي نصف قطرها مسيره شهر كلهم مرعوبين خائفين منه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذه الخصوصيه حاصله له على الاطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر لو ما معه جيش قال وهل هي حاصله لامته من بعده يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام هل الرعب من امه محمد صلى الله عليه وسلم باقٍ في نفوس اعدائها منها مرعوبين منها قال الحافظ بن حجر فيه احتمال يعني ان الخير في الامه وهذه امته عليه الصلاه والسلام الاضافه اضافه اليه امته واثاره فيهم باقيه من بعده فاذا لهم نصيب من هذه الميزه وان الرعب منهم حاصل وأن الأعداء يخافونه وقوله وَلَيَنْزِعَنَّهُ الله من قلوب عدوكم المهابة منكم يؤيد ربما يشير الى هذا انه في في قلوب الأعداء رعب منا اصلا لكن في ذلك الوقت الذي يشير اليه عليه الصلاه والسلام ستنزع هذه المهابه ويزول هذا الرعب وفي حديث ابي امامه رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد رحمه الله والبيهقي قوله ونصرت بالرعب يقول عليه الصلاه والسلام ونصرت بالرعب يسير بين يدي يعني الرعب يسير بين يدي مسيره شهر يقذف في قلوب اعدائي يعني يقذفه الله عز وجل قال محققو المسند عن الحديث انه حسن ففي زمان قوه الايمان واقبال الامه على الشريعه وحكمها بالشريعه وتمسكها بالشريعه وعدم تعلقها بالدنيا وانهماكها بالدنيا فإن الرعب منها موجود في قلوب عدوها أما في زمن الوهن وضعف الإيمان فقال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. إذا متى ستزول المهابة؟ إذا اشتغلت الأمة بالدنيا وعكفت الامه على الدنيا والتهت بالاموال وانهمكت في الزرع والتجاره والصناعه والالعاب والملاهي والملذات والشهوات هنا ستحدث هذه العمليه المزدوجه غثائيه في الامه ما لهم وزن ولا قيمه والعدو سيتجرا عليهم ويجتمع عليهم ولن يكون في قلوب الاعداء رعب ولا خوف من هذه الامه هذا يبين ارتباط التعلق بالله وعدم الانهماك بالدنيا ارتباطه بالوزن والقيمه والخوف والهيبه خوف العدو من الأمة وهيبة الأمة في صدور أعدائها لما تكون مشتغلة بشريعة الله قائمة بأمره آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر محققة للعبادات قائمة بالأحكام عاملة بأمور الدين مشتغلة به يأخذون من الدنيا ما يقويهم على عدوهم وما يقيتهم وما يحتاجونه في الكسب لهم ولاهليهم لكن ما هو شغلهم الاساس؟ ما هو عملهم الاكثر؟ اعزاز الدين والقيام بالدين اما اذا صار تخلي عن الدين خلاص طيب من علامات هذه المرحله قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهنة أو عن هذا موضع الشاهد من الحديث يعني الآن علاقة الحديث بالعنوان الأربعون في إصلاح القلوب نحن نتكلم عن كل ما يصلح القلب وكل ما يفسد القلب كيف يعالج وليقذفن الله في قلوبكم الوهنه قال القائل رحمه الله في تعريف الوهن اي الضعف وكانه اراد بالوهن ما يوجب الوهن ما يؤدي اليه ما يسببه ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهيه الموت هذان امران هذا الشرح في مرقاه المفاتيح وقال الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله هذا من ائمه اللغه في كتابه المشهور العظيم الابداعي كتاب العين قال الوهن الضعف في العمل وفي الاشياء وكذلك في العظم ونحوه وهن العظم مني العظم رقه ضعفه قال وقد وهن العظم يهن وهنا واوهنه يوهنه ورجل واهن في الامر والعمل وموهون في العظم والبدن اذا واهن في عمله موهون في بدنه فالوهن يدخل الابدان ويدخل الاعمال يعني في ادارته واهن في زراعته في صناعته واهن هذا الوهن طبعا قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات هذا الوهن قد يكون في اعمال الدين وقد يكون في اعمال الدنيا والان الامه يعني مخترقه في هذا وهذا يعني الان اذا قلت هم في امور الدين واهنون الصلاه يعني مثل ما نرى يعني هذه صلاة الفجر كم يجي فيها الصلاة الانتظام في الصلاة الخشوع في الصلاة لو بس أخذنا فقط الصلاة حتى نعرف مقدار الوهن الذي فينا يعني ضعفنا في الصلاة في أشياء كثيرة يمكن في نقص في الطهارة ونقص في ال حفاظ على الاوقات ونقص في الخشوع ونقص في ادائها جماعه ونقص في اتيان المساجد ونقص في الطمانينه ونقص في اشياء كثيره هذا فقط الصلاه في وهن في الزكاه طبعا كثير من زكوات المسلمين لا تخرج اصلا في وهن في الذكر ووهن في الدعاء ووهن في حق القران علينا ووهن في العبادات واضح جدا الوهن في المعاملات يعني تعال انظر إليهم مثلا في الوظائف في الدوام في القيام بالأعمال في الإتقان في العمل في الانتظام في العمل في التبكير في الوقت في الدخول والخروج في الأمانة وهن شديد أيضا والأخذ بأسباب القوة طبعا في وهن واضح في وهن في الاجتماع في تفرق حقيقي تفرق قلوب تفرق ابدان المسلمون في تفرق وفي الاخذ باسباب القوه في وهن يعني ما هو سلاحهم وهن اجتماعهم وهن طيب قال ابو منصور الازهري رحمه الله في تهذيب اللغه الوهنانه من النساء الكسلى عن العمل تنعما وهذا معنى مهم في الموضوع ان الترف اذا دخل ان التنعم اذا دخل بين المسلمين اوهن العزائم واوهن الاعمال واوهن الاتقان واوهن القوه خلاص ما يبغوا يشتغلوا لا يريدون العمل حتى في امورهم الدنيويه الانتاج الاتقان واضح فيه الضعف المواصفات الانتاجيه طيب الواهنه قال داء يصيب الانسان في اخدعيه عند الكبر جمهرة اللغة. فإذا الوهن لفظ يدل على الضعف والمرض. فإذا اجتمع التنعم وحب الدنيا والضعف عن العمل والكسل والخور وكراهية الموت والاشتغال بالملذات والشهوات واضح عند ذلك لماذا ستنزع المهابة من صدور الأعداء ستنزع المهابه منا لنا يعني الهيبه الهيب الخوف منا سينزع الرعب سينزع من صدورهم ولماذا سيحل علينا هذا التداعي قوله وليقذفن الله في قلوبكم الوهن تأمل الفرق تأمل الفرق بين القذفين في هناك قذفان في الحديث وين؟ الأخ قال أن الحديث فيه نزع الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء منا وبدل منه وبالإضافة إلى ذلك قذف للوهن في قلوبنا نحن ففي رعب مقذوف في قلوبهم سينزع وفي وهن سيقذف في قلوبنا نحن فتأمل الفرق بين القذفين وكيف أن الله تعالى كان ينصر أهل الإسلام بقذف الرعب في قلوب أعداء من مسيرة شهر هذا الكلام الذي ذكره الأخ هنا هذا الإشارة القذف الأول لما كنا على منهاج النبوة قذف الله في قلوب أعدائنا الرعب منه لما تبتعد الامه عن هذا يقذف الله في قلوبها الوهنه وتنزع المهابه من صدور الاعداء تنزع مهابتنا من صدور الاعداء قال قائل يا رسول الله وما الوهن ما سببه القائل يعرف القائل عربي الصحابي الحاضر عربي يعرف معنى الوهن الوهن ما هي كلمه خفيه المعنى لكن يريد ان يعرف من, من اين ياتي هذا سببه ما موجبه قال الطيبي رحمه الله عن سؤال هذا الصحابي قال هذا سؤال عن نوع الوهن ليس عن معناه اللفظي معناه اللفظي معروف سؤاله عن نوع الوهن او كانه قال من اي وجه يكون ذلك الوهن؟ فقال عليه الصلاه والسلام مجيبا: حب الدنيا وكراهيه الموت. قال القاري وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم الى اعطاء الدنيه في الدين يتنازلون ينسحبون يضعفون ينهزمون يعطون الدنية في الدين إلى العدو المبين ونسأل الله العافية يقول فقد ابتلينا بذلك طبعا هو يقول عن عصره الشارح الآن شارح الحديث يقول عن عصره فكيف لو رأى عصرنا يقول الشارح ونسأل الله العافية فقد ابتلينا بذلك فكأنما نحن المعنيون بما ذكر هنالك هذا في مرقات المفاتيح يقول فكانما نحن المعنيون طيب حب الدنيا وكراهيه الموت هذه اصلا اصلا من صفات اليهود قال الله تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه. ما قال حب الدنيا وكراهيه الموت؟ قال على اليهود ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. يعني ايضا يحرصون بعد اليهود في الحرص على الحياه ياتي المشركون لان الله قال ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا طبعا هذه فيها بشاره ان المشركين واليوم يقاتلون المسلمين طبعا الباطنيه من المشركين انهم ايضا اذا صار فيهم هذا فان امرهم الى زوال ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر وقال الله عز وجل في بيان حال اليهود في موقفهم من الحياه او في حبهم وتعلقهم بالحياه قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت اذا كنتم تقولون انكم اولياء لله وانكم احباء الله وانه سيعطيكم الجنه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا فتمنوا الموت حتى تدخلوا الجنه لماذا تخافون من الموت الموت اذا كنتم احباب الله فانه سيكرمكم خائفين من ايش لكن الحقيقه ولتجدنهم احرص الناس على حياه هم يعرفون بعد الموت ماذا ينتظرهم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا دل ذلك على ان اولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنوه طبعا اذا نزل هم محبين له هم محبون له لماذا لان الملائكه تبشرهم فالموت اذا نزل بالمؤمن فهو مستبشر لانه قادم على نعيم غير الموت اذا نزل بالفاجر والكافر واليهودي والمشرك قال ابن رجب رحمه الله دل ذلك على ان اولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه ثم اخبر يعني اذا نزل هم يحبونه ودل على أنه يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها كما قال بعض السلف ما يكره الموت إلا مريب واحد وضعه سيء ولذلك يكره الموت لأنه يعلم سيقدم على إيش فواحش وآثام تضيع واجبات وتضيع الواجبات ممكن أشد من 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 إتيان المحرمات يعني ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام أشد من شرب الخمر والزنا والربا والفواحش كما أن جنس فعل الواجبات أعلى في الشرع من جنس ترك المحرمات والكل مطلوب كلاهما واجب وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال ابن رجب فالشوق الى لقاء الله تعالى انما يكون بمحبه الموت وذلك لا يقع غالبا الا عند خوف ضراء مضره في الدنيا او فتنه مضله في الدين لطائف المعارف اذا حب الدنيا وكراهيه الموت هذا المذكور في الحديث الذي سيصيب الامه اصلا من صفات اليهود ليس من صفاتها اصلا كامه خير امه اخرجت للناس لكن اذا ركنوا الى الدنيا واشتغلوا بالملذات حصل حب الدنيا وكراهيه الموت من شده التعلق بالدنيا يكون نتيجه هذا الوهن الذي يقذف في قلوب هذه الامه اذا فعلت ذلك في زمن ضعفها واستكانتها فتتسلط عليها الامم الاخرى و تكون الامه هنا مشاركه لليهود في صفاتهم البغيضه والسيئه فلما تتبعهم وتتشبه بهم فيها سيحصل وسيقع بها المكروه النبي عليه الصلاه والسلام يشير الى مرحله زمنيه ستقع فيها معاملتان قلبيتان نزع المهابه من هذه الامه من قلوب العدو الثاني قذف الوهن في قلوبها وهذا يدل على ان من اعظم الافات التي تصيب الامه من امراض القلوب حب الدنيا مرض عضال مستحكم قال عليه الصلاه والسلام لا يزال قلب الكبير شابا على اثنتين لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل حب الدنيا وطول الامل، لسه العمر امامك انت شباب العمر لسة امامك وما يدريه وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هذا الحديث الـ الـ الذي نحن بصدده الان المذكور فيه حب الدنيا وكراهة الموت هذا مذموم كما قال الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال تعالى عن أنبيائه الكرام ورسله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ما معناها؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار قال مالك بن دينار رحمه الله نزع الله تعالى من قلوبهم يعني الانبياء هؤلاء حب الدنيا وذكرها واخلصهم بحب الاخره وذكرها اذا معنى قوله ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار يعني جعلنا قلوبهم خالصه للاخره والاقبال على الاخره ومحبه وعد الله في الاخره وليست متعلقه بالدنيا ولا محبه للدنيا ولا منهمك بها وقال جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حب الدنيا راس كل خطيئه وقال الحسن رحمه الله من احب الدنيا وسرته خرج حب الاخره من قلبه وقال عون بن عبد الله الدنيا والاخره في القلب ككفتي الميزان بقدر ما ترجح احداهما تخف الاخرى وقال وهب بن منبه رحمه الله انما الدنيا والاخره كرجل له امرأتان ان ارضى احداهما اسخط الاخرى يعني ما يمكن ترضي الدنيا وترضي الاخره يا هذه يا هذه ولذلك قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى ما قال ابتغي الدنيا وابتغي الاخره لا في أمر الآخرة نجد الإسراع وسارعوا إلى مغ... وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافس وفي الدنيا قال فامشوا في مناكبها هذه قال سارعوا سابقوا وهذه قال امشوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة هذا الأصل هذا الهدف هذا الأساس هذا الأكثر هذا الهم الهدف ولا تنسى نصيبك من الدنيا لانه لا بد من كيف تعيش؟ واهلك كيف يعيشون؟ لكن ليست هي الاساس. المشكله الان العكس. العمل الاصلي للدنيا والاكثر للدنيا وقت النشاط وصفاء الذهن للدنيا، نقوم من النوم نشيطين لاجل الدنيا ونرجع متعبين في اخر اليوم والصلاه خمس دقائق مشي حالك نبغى نخلص. فرض ونسقطه وهذه هي المشكله. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود: انتم اكثر صلاة واكثر صياما من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا وبما؟ مع أنه هذا شوف هذا في زمن التابعين يعني هذول طلاب ابن مسعود بن مسعود من كبار الصحابه. تكلم الان انت على كبار التابعين. قالوا وبما قال كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره فهو اثنى على التابعين الخير اللي فيهم اثنى عليه قال ترى انتم عندكم صلاه كثيره وصيام كثير لكن ترى الصحابه يتفوقون عليكم بماذا قال كانوا ازهد منكم في الدنيا وارغب منكم في الاخره التطلع الى الاخره يعني حتى لما قال الشاعر بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر فوق ذلك وين الجنة قالوا حصلنا أمجادا في الدنيا بس أنا عمر بن عبد العزيز لما قال يعني تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها تاقت نفسي قال فالآن نفسي تتوق إلى الجنة فعندهم يعني ان الطلب الاعلى الهدف الاعلى الاسمى الذي يبذل له اكثر الوقت الذي له اكثر هو الاخره الاهتمام الاساس الاولويه الاولويه يا اخواني الاولويه للاخره نحن عندنا بلا شك الاولويه للدنيا كم ساعه نقضي في اعمال الدنيا وكم ساعه نقضي في اعمال الاخره احسبها كم ساعه تقضي في الملذات والشهوات والأجهزة والألعاب والأكلات والسفريات والسياحات يعني كم والأعمال والتجارات وجمع الأموال والاستثمارات كم وفي المقابل كم تعطي للآخرة يعني يعني في صلاتها وصيامها وذكرها ودعائها وتلاوتها وتدبرها وتفكرها والأعمال الصدقة لها والصدقة لها كم كم في من اموالنا يستثمر في ملذاتنا وكم من اموالنا يستثمر في اخرتنا؟ كم؟ النسبه كم؟ فهنا يتبين الامر حديث ابن مسعود السابق صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي طيب اذا هذا موضوع الوهن والقلب الذي يتعرض يعني الافه العظيمه التي ستنتج عن محبه الدنيا وكراهيه الموت والوهن الذي سيقذف في القلب نتيجه لذلك ينبغي لمن خاطب افراد الامه ان لا يتسبب في سريان الياس الى نفوسهم بمعنى لو جاء واحد وقال يا جماعه ترى الحديث هذا السابق تداعى عليكم الامم ترى يعني هذا علينا واضح ومنطبق وحنا خلاص شوف حسب التكمله اذا قال فينبغي علينا ان نعود الى الله وان نعود الى الاشتغال بالاخره والا نتعلق بالدنيا اعطوا الاخره اوقاتكم اعطوا الدين اهتمامكم اجعلوا الاولويه للعمل بالشريعه والاسلام حتى تستعيدوا المجد وتستعيدوا القوه ويرجع الرعب في قلوب الاعداء لا يا ايها الناس يا ايها المسلمون لولا بقيه خير في الامه كان اكتسحت عن بكره ابيها راحت لكن ترى باقي في خير في الامه وباقي في ناس يبتغون الله والدار الاخره وباقي ناس تحب العلم والدين والعباده وتتقرب الى الله باقي في الامه شيوخ ركع باقي في الامه والحمد لله اهل علم ودعوه وفي ناس طائفة منصورة قائمة بأمر الله وفي ناس يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله وفي ناس قائمين بالحجة والبيان يناظرون على الحق وفي إقبال وفي حفظة قرآن وإلا والله كان الآن ما خرس ما بقي الإسلام شيء لكن ترى علينا تسلط من الأمم بقدر ما عندنا من حب الدنيا وكراهية الموت والوهن اللي فينا بالمقدار من ذلك ولا يعني ذلك انه ترى خلاص ما في امل رحنا فيها انتهينا خلاص ترى الأم الامم الاخرى خلاص تداعت علينا نحن مغلوبين نحن مهزومين نحن خراص هذا خطير ولا يصح ولذلك لما يساق مثل حديث تتداعى عليكم الامم لا بد ان يساق في مساق التحذير لا في مساق الاستسلام ولا يقال ترى خلاص احنا المذكورين في الحديث انتهينا ما في هل, هل هكذا يعني تعرض النصوص يعني النبي عليه الصلاه والسلام ساقه للتحذير ولا للتيئيس ها خلاص اقصد هذا هذه فائده مهمه في عرض مثل هذه الاحاديث ان يقال يا ايها الناس ترى هذا للتحذير انتبهوا واذا فينا الان نسبه كبيره ما نكمل الباقي اذا فينا الان بلاء وفينا يعني من هذا الوهن ما نكمل الباقي ويجب ان نقاوم وان نعود وان نتوب وان نرجع وترى في بشائر خير ولو رجعنا ستزداد وتكثر وتعظم هذا مهم جدا عند عرض مثل الحديث السابق والا خلاص سينقلب العرض الى عرض تيئسي ويعني تخذيلي خلاص إذا هو هو لما بين لنا هذا والوهن والأعداء و أراد أن نحذر ثم شوف سبحان الله الأمة هذه ما تموت يعني لو تاريخيا يعني لما يعني اكتسح التتار بغداد وخلص قتلوا مليونين قامت دولة إسلام في الأندلس عظيمة وراح فتوحات في أوروبا ولما انهارت دولة الإسلام في الأندلس واستولى عليها النصارى قامت دولة بني عثمان في القسطنطين من الطرف الاخر وفتوحات في اوروبا من الجهه الاخرى اذا يعني لن يعني مساله ان الامه انها يعني خلاص تودع منها لا لكن تمر فيها مراحل قوه ومراحل ضعف ومراحل الضعف التي تمر بها تكون غالبا تكون ايش؟ مهيئه لمرحله القوه التاليه لأن الحركة في الأمة غالبا حركة موجية نزول بعدين طلوع بعين. نزول بعدين وهكذا واضحة يعني أنت اعتبرها وفكر فيها اعتبرها وفكر فيها يعني ما أول أولا كانت خلافة على منهاج النبوة خلاص فتوحات وخير وراء خير وقوة وهيبة ورعب الأعداء ثم دخلت الفتوحات جلبت اموالا الناس اشتغلوا بالاموال صار في ترف صار في دعك كسل فتور فاخترقت الامه وضربت ضربات موجعه جدا في القرن الرابع الباطنيه الباطنيه في دوله يعني في القرن الرابع عملوا في الامه عمايل مهوله البويهيون وما يسمى بالفاطميين وما يسمى خرى تقريبا يعني اكثر بلاد المسلمين راحت عندهم قطعة استعادت الامه بعد ذلك رجعت الامه وانتصرت وقامت وقام فيها من من جاهد هؤلاء الباطنيه مثل زين مثل نور الدين وصلاح الدين وتمت تصفيه الدول الباطنيه وهذه الكيانات الباطنية القضاء تم القضاء عليها وكانت كان نصرا عظيما لأهل الإسلام وفرجا عظيما ورحمة وجاء الصليبيون واكتسحوا واستولوا على السواحل الشامية وعملوا المذابح وقام المسلمون بعد وانتصروا عليهم جاء التتر من قام المسلمون بعد ذلك وق وانتصروا عليهم يعني ما حصل أنه خلص صارت انتكاسة عظيمة وكملت طول الوقت ما الأمة ما سوت ولا شيء ما حصل كل المذابح اللي كانت تحدث الأمة والهزائم كانت تؤدي إلى إيقاظ الهمة للإنبعاث للرد وإعادة استلام زمام المبادرة هذا واضح من تاريخ الأمة فالحمد لله ما ما يعني إنه الله وصلنا الى مرحله يعني ياس كامل ولا انهيار ما ما حصل الامه بعده القيام لا ولا تزال شوف الى الان ترى الاقبال على الخير عظيما كما سبق ذكرنا سواء في حفظ القران حفظ السنه الدورات الشرعيه طلب العلم الكتب القنوات الاسلاميه المواقع الاسلاميه الاهتمام بالاستفتاءات ومعرفه الحلال والحرام قضيه التدين مظاهر التدين صلاه التراويح امتلاء المساجد صلاه العيد في الشوارع الاقبال على الذبح الاسلامي البنوك المصارف الاسلاميه الاقبال يعني وانت ترى في يعني في في مشارق الارض ومغاربها في عوده لكن هناك شيء غالب وهناك شيء اقل الأقل يعني الغالب والاقل الغالب الآن علينا أن نحن الغالب في هزيمة والأعداء مسيطرون ونحن في الأكثر الأمة ليست متمسكة بالدين بس مو ما أحد متمسك ولا ما في متمسك لا ولا كان الوضع أسوأ بكثير فالآن ما هو المقصود الآن ما هو يعني الخلاصة الآن الدعوة إلى استرداد أسباب القوة الدعوة إلى استرداد أسباب القوة العودة إلى الله وأن نعالج هذا الذي حذرنا منه وحذرنا من حب الدنيا وكراهية الموت يعني في سبيل الله حذرنا من الوهن خلاص إذا لابد أن نعالج الأمور لازم نستدرك لابد نقوم نسعى في التغيير لابد ننشط في الدعوة إلى الله في الأمر معروف نهي عن المنكر تعلم العلم تعليم الناس الصبر في ذلك في سبيل ذلك تبليغ الدين هذا لا بد ننشط في ذلك تناصح فيما بين المسلمين فإذا المقصود يا إخوان إذا ونحن نتكلم في موضوع أعمال القلوب الواجب الآن عمارة القلوب بالإيمان وعلاج آفات القلوب لما نقول الوهن الحقد الرياء لما نقول من الافات الحاصله في القلوب التعلق بالدنيا هذا يعني اننا نحتاج الى علاج هذا الامر وهذه فائده مثل هذه المجالس هذا فائده الكلام في الموضوع وهو التحذير والمطالبه بالعوده وتصحيح الاوضاع لان هذه القلوب القلوب اذا صحت خلاص قام قام اصحابها فصارت لهم العزه في الارض والسياده